السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع أكونا متاتاح نقدم لكم الملفوف أو ما يسمى عندنا في الشرق الجزائري مكركب في حجر رمو بطريقة عصرية. للمقادير عندنا بصل، ثوم، دجاج معدنوس، باقة من المعدنوس، لحم مفروم، روز منقع في الماء يكون مفور اتشيفي، ملح، فلفل بابريكا، فلفل اسود، وملفوف طبيعة الحال. نبداو العمل اولا على الملفوف اللي هو العنصر الاساسي للوصفه تاعنا لهذا النهار. الوغ الملفوف عمليه التنظيف تاعو يغسل تحت الماء، ننزعوا الاوراق الاولى اللي تكون متسخه بسكينه نتخلصوا من المنطقه الصلبه من الملفوف بسكينه. بهذه الطريقه نتخلصوا من العناصر هذه الصلبه اللي تكون صلبه، يعني نتخلصوا منها والاوراق الاولى. من بعد نحطوه بهذه الطريقه في الكسكاس. احنا عندنا في الجزائر الكسكاس عنصر اساسي في الطبخ، في مناطق اخرى يقدروا يستعملوا الماء يعني يغليوه، بصح ننصح الطريقه هذه خير خاطرش الطريقه هذه تخلي الفيتامينات وتخلي كل العناصر تاع الملفوف في الملفوف في حد ذاته، يعني ما تخلصوش منه بالماء. نحطوه في الكسكاس وفي القدرة نحطو كمية من الماء تكون معتبرة، وما تكونش بزاف وما تكونش شوية، خاطرش الماء هذا راح نستغلوه في وصفة واحدة أخرى. علاش؟ الفيتامينات اللي تهبط من الملفوف كامل تحصلوا عليها وما نودروهاش إن شاء الله. دونك في القدرة عندنا هذا الشيء يتباع في الحوانت عندنا في الجزائر، هذا المهمة تاعو انه ما تخليش البخار يهرب على الجوانب تاع القدره، شفت كي كنت تكون القدره يعني مستعمله ديجا مرارا وتكرارا. دونك راح نحطوه بهذه الطريقه، نحطو الكسكاس ونهبطو هذا بهذه الطريقه نطلعوه. فوالا الدجاج، وهذا اسهل ما يكون. يعني اولا نحكموا في مرق الدجاج، نحكموا لي بارتي في الدجاجه اللي ما نسحقوهاش بزاف. باغ اكزومبل عندنا رقبه الدجاج، يعني باغ اكزومبل نحطوها جوست باش نحيو البنه تاع الدجاج وفقط، سورتو العظم، العظم تاع الدجاج يمدنا بنه. نضيفو بصل وثوم، نضيف الزيت، وكي تكون عندنا دي صوص بلونش يعني مرق ابيض من المحبب لو كان نخدمه بالسمن خير من الزيت. دركا اوفا اسيزوني، محتاجين قليل من القرفه، قليل من القرفه، قليل جدا، بابريكا، فلفل اسود، زنجبيل. ماذا بينا الناس اللي يتفرجوا فينا يخليو لنا كومونتير يكون كونستركتيف، يعني يكون بناء باش حنا نتعلموا نفيدوا نستفادوا. ما عندناش مشكل في الانتقادات.
بالعكس راح نزيدو نتعلمو اكثر فاكثر. نديروه نديروه فوروم باش نتبادلو النصائح ونتعلمو اكثر فاكثر. نقليو المرق تاعنا كالعاده على نار هاديه، وكما عودناكم لازم باش نمرقو لازم الماء يكون سخون، حطوه على جنب يسخن لنا لطون نمرقو القدرة تاعنا يكون هو سخن باش ننصح اخواتي في الملح يهزوا يديهم شويه، خاطرش الدجاج اصلا يطلق ملوحه، لهذا الشيء ما تملحوش بزاف. خليه يتقلى مليح، خلي البصل شفاف، هذا هو الكود. نحطوا الباقه تاعنا من المعدنوس، كان من الممكن ايضا نحطوا الدبشه، الدبشه هي البقدونس، القزبر، كان من الممكن ايضا نحطوا نزيدوا معاه القزبر راح يضيف لنا نكهه يعني بنينه، والباقه تكون مربوطه باش من بعد تجينا سهله نقلعوه. في القدره نديروا عصرة ليمونه الطريقه هذه باش نحيو كل النكهات اللي في القدر يعني تطلع معانا، ونمرقوا بماء يكون سخون ما نمرقوش بالماء يكون بارد. فوالا ونخليوه يطيب. طبيعة الحال الماء لازم يكون كفاية باش يتغطى الدجاجة، احنا هنا يوم حطيناش بزاف، نمقصو على نار هادية ونخليوه يطيب في راحته. درك نحكمو الملفوفة تاعنا، نحاولو نهزوها سخونة جماعة بهاي الطريقة، حطوها على الطريقه، ونحاولوا بسكينه نحيوها ورقه بورقه، العمليه صعيبه شويه خاطرش سخانه، دونك نحاولوا نحيوها ورقه بورقه هي تتنحى معانا بهالطريقه. ها ها بهذه الطريقه نحاولوا نحيوها ورقه بورقه. عندكم يا جماعه الملفوفه يسخونه لازم تكون عندكم لابيتود، نفسو ورقه بورقه بهاي الطريقه ورقه بورقه. على وردة كما في الشكل، ومن بعد حنا نحاولو نخرجو كعبات الأوراق المليحة اللي نقدرو نحشيوها فاسيلما. باغ إكزومبل عندنا هذه ورقة مليحة، هذه نتعاملو معاها نحطوها على جنب، هذه ورقة تانية مليحة نتعاملو معاها نحطوها على جنب. عندنا هذه ورقة تانية مليحة نحطوها على جنب، وهكذا دوالي.
نحكموا نتخلصوا من الجذور هادوما، نخلي غير الاوراق، و اون ميم طون نديرو الترياج، يعني نقسموهم الاوراق اللي تكون صغيره، الاوراق اللي تكون متوسطه، والاوراق اللي تكون الكروم بتاعنا قسمناه الى ثلاث اقسام. عندنا القسم الاول وهي الاوراق اللي تكون اوراق طويله، هذه راح نحشيوها بالحشو تاعنا. عندنا الاوراق اللي تكون صغيره، هذه راح نقسموها الى قطع صغيره جدا ونزيدوها مع الحشو، والى هذه الاغصان هادو ما راح نتخلصوا منها. هنا راح نديروا الحشو. للحشو لازم لنا كما قلنا ديجا، عندنا اللحم المفروم نضيفوه، نضيفوا معاه الأرز، بصل، نضيف الثومة، الملح ما نكتروش، فلفل اسود، وقليل من البابريكا حارة، ونخلطو كلش مع بعضها. من الافضل استعمال اليدين. نبداو الان الحشو، نحكموا الاوراق تاعنا بهاي الطريقه، نحشيو الكميه اللي تقدر تهزها الورقه تاعنا، ها، ونديرو كي ورق الديول البوراك، يعني دوري وقفلي، دوري وقفلي، وحاولي كيفاه تشبحيها باش ما يخرجولكش، يخرجلكش الحشو من جهة واحدة اخرى بهاي الطريقة. نزيدو عملية واحدة اخرى،
تلقاي كاين انكور اغصان هادو هما اليابسين، حاولي تنحيهم تخلصي منهم. نزيدو نهزو كمية من الحشو، وندورو نحاولو نغلقو على الحشو، ندورو نحاولو نغلقو على الحشو حتى يتغلق معانا. نقطعو، يعني عندك دورة نص. حاولوا الحشو، كمية الحشو تكون لازم تكون بروبورسيونيل، يعني تكون متوازنة مع الورقة، يعني ما نحطوش كمية كبيرة ولا كمية صغيرة، حسب الورقة اللي تكون عندنا. كيما هنا باغ اكزومبل، على بالنا بلي راح نديرو الدورة تاعنا، نغلقو من جهتين ونعاودو دورة واحدة أخرى بهاي الطريقة. السريع قليل من اللحم المفروم هذا، ما تخلصوش منه، نقدروا نديروه اون بول كوم سا، نضيفوه من بعد هكذا يصفدوا لنا الاوراق. يعني نحيو صفار البيض مع من بياض البيض بهي الطريقه. بياض البيض حتى يتعب الحجم تاعو تقريبا، كما طلعت هنا في الوصفة الرئيسية، يعني الحقيقية في هذه المرحلة. نديرو البياض البيض، نقعو فيه ومن بعد نقليوه في الزيت، ومن بعد نحطوه في لاصوص. بصح هنايا راح نديروها بطريقه واحده اخرى، راح تكون ايكونوميك وراح تكون صحيه اكثر لهذا الغرض. احنا واش نسحقو؟ نسحقو شويه قليل من لا مارغارين بدل الزيت، لا مارغارين بدل الزيت تكون خفيفه على الزيت. نديرو نطليو القالب تاعنا بلا مارغارين بهي الطريقة، بهي الطريقة. وما ننساش نشعلو على الفرن، ما ننساش نشعلو على الفرن ونحطو في القالب تاعنا، تتفوهم هيك، نحاولو نسقطروهم مليح من بياض البيض.
من الفرن، من الفوق ومن تحت، شعلوا عليه من الفوق ومن تحت، لقينا اللون شويه ذهبي وين يطيب لنا ام العظام، باش يمد لنا داك الجانب المقرمش هذاك. ومن بعد نضيفوا له لاصوص تاعنا، لاصوص بلونش، ونعاودوا نخليوه يزيد يطيب في الفرن. تاعنا المرق تاعنا هذا نضيفوا له الماء تاع اللي فورنا فيه الملفوف، نزيدوه على لاصوص تاعنا هيك، فوالا هادي نتخلصوا من بقدونس معدنوس اللي درناه، خلصوا منه هاي. ومن بعد هادية نحطوها في نخرجوا نخرجوا الملفوف تاعنا اللي راهو في الفرن، شوفوا اذا كان داير مازال شويه، نخليوه حتى يحمر شويه يولي لون تاعو في الذهبي، ونزيدوا له لاصوص ونخليوه حتى يطيب. الطبق تاعنا نزيدو له لاصوص بلونش، فوالا خليوه يتشرب مليح. عندنا المعدنوس دوك نقصوه، وهاو المقص هذا حيساعدنا اكثر نربحو معاه وقت في فرم المعدنوس. نخرجوا الأكلة تاعنا من الفرن ونضيفوا المعدنوس وهي سخونة هكذا، شهية طيبة، بالصحة والعافية. شكرا على تتبعكم، وإن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم.